مرحب بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة. وزي ما قلنا في مقدمة الحلقة هنتكلم فيها عن إزاي نقدر نبني إنسان مصري قوي علشان يقدر يواجه تحديات المستقبل. ده اللي هنتكلم مع ضيفتنا اللي معانا عبر الهاتف، دكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع. صباح الخير يا دكتور. صباح النور حبيبتي، أهلا بيك. تحياتنا لحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. خلينا نعرف من حضرتك في البداية طبعاً يعني أهمية الاستثمار في البشر، وإزاي نقدر نعد مواطن قادر على تخطي تحديات المستقبل. يعني ده سؤال كبير، المفروض إن هو يبدو يعني كأنه سؤال بسيط، لكن هو المفروض إن احنا في الوقت الحالي نشخص الحالة المصرية يعني قبل ما نقول نبني الإنسان المصري إزاي، لأنه يعني إحنا مجتمع له تاريخ طويل. نعم. هذا التاريخ الطويل اكتشفنا من خلاله فترات صحة وسلامة اجتماعية وفترات مرض وهموم. في فترات القوة وفترات الضعف دي كشفت لنا أنه القوة في الإنسان في البشر أكتر منها في الحجر زي ما بيقولوا. يعني علينا أن ننتبه إلى أن بناء البشر هو الذي يصنع الحضارة. طيب هنا بقى احنا بنعاني في الوقت الراهن من حاجة مهمة قوي تشخيصها ضروري عشان نحتشد جميعا لإنهاء هذه الحالة. ايه هي بقى؟ انه عندنا دولة قوية بتحاول بكل السبل انها تسترد الهاردوير الاجتماعي، يعني بالمعنى انه الكيان الاجتماعي اللي كان سيتعرض من أكثر من 10 سنين إلى التفكيك وإلى التمزق بسبب وصول جماعات ظلامية إلى الحكم. إذا يعني بإنقاذ الدولة، هذا يعني أنه تم الإنقاذ على مستوى الهاردوير، لكن على مستوى السوفتوير بقى اللي هو الأفكار والوعي والمعتقدات والقيم، دي مسألة بقى هي اللي محتاجة جهد كبير، وإحنا بنسميها في علم الأمراض الاجتماعية الباثولوجي الاجتماعي، زي كده علم الأمراض الطبية، بس يمكن علم الأمراض الطبية يكون أسهل وأخف وطأة، لأنه سهل نحدد المرض والعلاج في وقت وجيز ومحدود جدا. صحيح. يعني لا يتجاوز ساعات، بينما علم الأمراض الاجتماعية يأخذ وقتا طويلا وزمنا طويلا. لماذا؟ لأنه تشخيص المرض نفسه يحتاج لباحثين ويحتاج لجهد ولشهور. نعم. ومحاولة علاجه بقى هي اللي تاخد وقت طويل. فهنا احنا لازم نكون واعيين انه لقد تعرضنا لتفكيك ما نسميه في علم الاجتماع بالضمير الجمعي. الضمير الجمعي اللي احنا دايما وهو ايه الضمير الجمعي؟ هو مجموعة القيم والمعتقدات والعادات والمعايير اللي المجتمع متفق عليها. احنا كنا متفقين دايما على الضمير الجمعي، متمسكين به تمسكا قويا. وده سبب قدرتنا على المقاومة والاستمرار. لكن من اكتر من يعني 50 سنة واحنا بنتعرض لمحاولات بفعل فاعل مع سبق الاصرار والترصد لتفكيك الضمير الجمعي. وهنا تفكيك الضمير الجمعي يعني يصبح المجتمع عدوا لبعضه بعضا، يبقى يقول مسلم ومسيحي. صحيح. يقول مسلم ملتزم وغير ملتزم، ومسيحي ملتزم وغير ملتزم، وهكذا. المسألة دي لعبت دور من فوق منابر، المفروض ان المنابر دي تساعد في تماسك الضمير الجمعي، هي ساعدت بفعل فاعل على تفكيك الضمير الجمعي. صحيح. فآن الأوان ان تعود المنابر لدورها في إثارة حالة من القوة والتماسك الاجتماعي، ودي مسألة تأخذ وقتا ووعيا بالدرجة الأولى. صحيح.